جديدة من مسلسل توتر العلاقات بين الكوريتين. دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مشاهي البحرية في بلاده إلى الرد بكثافة وبدون تردد على أي استفزاز من جانب الجارة الشمالية. يون اتهم كوريا الشمالية بأنها متهورة ولديها رغبة في تصعيد الاستفزازات قبل انتخابات 10 أبريل المقرر إجراؤها في الجنوب. ويسعى يون الذي وصل إلى السلطة متعهدا بتجديد سياسته تجاه بيونغ يانغ إلى أن يستعيد حزبه المحافظ الأغلبية البرلمانية التي خسرها في 2016، فيما قام منذ وصوله إلى السلطة في 2022 بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ. كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد أن بيونغ يانغ لن تتردد في القضاء على جارتها الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، معتبرا أن سول هي العدو الأخطر والأول بالنسبة لبلاده. ومع تبادل التهديدات اللفظية قام الجانبان في الأشهر الأخيرة بتعزيز أمنها على الحدود ونفذ عمليات بالذخيرة الحية على طول الحدود، ما ينبئ بأنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لنهاية حكاية بلدين في حالة حرب منذ أكثر من 7 عقود.